مساء الخير، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. توقعات برج الجدي لشهر نوفمبر 2024. خلينا نبدا الاول بالجانب المهني. استقرار الاجواء المهنيه لحد يوم 10، وبعد يوم 10 هيكون في مهام جديده هيقوموا بيها مواليد برج الجدي في العمل. المهام الجديده من الحاجات الحلوه اللي بتخلينا نتعلم كمان حاجه جديده. ده رايي طبعا وكلام لحضرتك وحضرتك. ده غير ان على يوم 20 هيكون في تحديات هيواجهوها برضو مواليد برج الجدي. عايز اقول بس حتة التحديات دي، لو انت ما قدرتش تواجه التحدي وانت، طب امتى هتواجهه؟ يعني امتى انتوا تواجهوا التحدي؟ التحدي ده انت بتطلع منه اقوى، وبتطلع منه عندك ثقة بالنفس كبيرة، وطبعا بتاخد خبرة وبتاخدي خبرة جديدة. فبلاش تهرب من التحدي وواجهه، انت المستفيد صدقني من الموضوع ده، وهيعودك دايما انك تقابل كتير وتخش في التحديات بقلب جامد. واللي يعدي من التحدي ويواجهه دايما بيبقى جاهز لاي حاجة، اللي هو اهلا باي حاجة بعد كده. عايز اكمل بقى. التحديات دي زي ما قريت هتكون محتاجة حكمة بشكل كبير جدا. اما نهاية الشهر فمحتمل يكون في ترقيات وفرص عمل جديدة. الفرص العمل الجديدة هتكون على مدار الشهر وهتكون بنسبة كبيرة. ربنا يوفقكم ويديكم الحكمة ويقويكم. هنقل بقى سريعا على الجانب العاطفي، وابدأ الاول بالعزاب. فرص ارتباط بنسبة كبيرة على مدار الشهر، بس الارتباط ده ما بين تقليدي وما بين ارتباط عن حب، يعني في ميكس كده هيحصل طول الشهر وهيكون بنسبه كبيره. غير كمان الاجتماعيات، هيكون في اجتماعات جديده بس هتفضل في حدود الاجتماعات ده اول اسبوع بس. اختاروا الاجتماعيات بعنايه جدا، يعني بلاش تتسرعوا بمشاعركم، بلاش تتسرعوا بالحكم، اعرفوا الشخصيه كويس قوي، ودوا لنفسكم فرصه ان انتم تعرفوا الشخصيه ودققوا كمان في تفاصيل الشخصيه، لان الشخصيات اللي احنا بنتعرف عليها بيبقى لها تاثير علينا سواء ايجابي او سلبي. يعني ممكن يبقى مودنا كويس بسبب الشخصيات اللي احنا عارفينها. بتكلم في اي نوع بقى من العلاقه، يعني سواء ارتباط، جواز، ارتباط تقليدي، ارتباط حب، صداقه. الشخصيات دي لازم تعرف ان هي هتعود عليكي وعليك يا بالسلبي يا بالايجابي، فحاولوا تختاروا الشخصيات بشكل دقيق على قد ما تقدروا، وكمان الشخصيه اللي تحس ان هي هتضغطك نفسيا او هتضغطك نفسيا بلاش منها احسن. ربنا يبعت لكل شاب وشابه الشخصيه المناسبه. ننقل بقى على المتزوجين والمرتبطين. خلافات اول الشهر بسبب ضغوط، مش مكتوب ايه الضغوط ولكن هيكون في خلافات اول الشهر، والخلافات دي هتستمر لحد يوم 8، مش عارف اشمعنى 8 بس هي مكتوبه كده. المهم بقى ان بعد يوم 8 هيكون في استقرار، الحمد لله ان هنرجع تاني للاستقرار. هيكون في استقرار بعد يوم 8، وزيارات مفرحه هتكون سبب في اجواء سعيده. اما بقى على يوم 15 فهنرجع تاني للخلاف، هيكون في خلاف بس الخلاف ده بسبب العند، يعني مكتوب بقى سببه. يعني العند يولد الكفر. لازم تعرفي ان انت لما تعندي او انت لما تعند مع المرتبط بيه او زوجتك، انت كده بتعمل حاجز جامد قوي ما بينكم، بتقفلوا العلاقه وبتضيقوا الخناقه على بعض بشكل كبير. العند فعلا حاجه صعبه، لازم الواحد يكون مرن دايما، ولازم الواحد يكون في لغه حوار بينه وبين الطرف الثاني ويسمع، يعني يسمع لان في ناس ما بتبقاش عايزه تسمع قد ما عايزه تتكلم، وده برده بيكون رد فعل دايما العنيد، بيكون عايز يتكلم اكتر ما بيسمع، ولما بيسمع حاجه بيروح هو عكسها. طب ليه؟ طب مش يمكن الحاجه اللي اتقالت دي تكون هي صح، ولما اروح انا عكسها مثلا تحصل لي حاجه مش لطيفه؟ فالعند مش دايما حلو، وهو اصلا مش على طول مش حلو، مش دايما يعني. المهم العند ده هيبقى او الخلاف ده يعني هيبقى بعد يوم 15 وعلى نهايه الشهر هترجع الامور تستقر. ربنا يهدي سر كل بيت ويكمل المرتبطين على خير. هدخل على الجانب العائلي. تجمعات عائليه بنسبه متوسطه، وده اول اسبوعين من الشهر، وبعد كده هتزيد بشكل تدريجي لنهايه الشهر. يعني عائلات مواليد برج الجدي اول اسبوعين بس التجمعات هتكون بنسبه متوسطه، وانا شايف نسبه متوسطه مش وحشه يعني. ونهاية الشهر هتزيد وهتبقى بنسبة كبيرة بشكل تدريجي. يا رب كل عيلة تتجمع على بهجة وسعادة وفرح ومحبة. المهم مفيش في القراية اللي أنا قريتها أي خلافات أو ظروف ما، زي ما بقرا أحيانا ظروف ما هتتجمع عليها العيلة. أنقل بقى على الجانب المالي. نقص مادي أول 5 أيام، وبعدها دخل مادي. بعد أول 5 أيام هيكون في دخل مادي هيخلي فيه استقرار كبير من الناحية المالية. غير كمان إن بعد يوم 15 لنهاية الشهر الفترة دي هيكون في دخل مادي من مصدر غير متوقع، يعني هتكونوا في دخل لبعض من مواليد برج الجدي، يعني بشكل مش متوقع هيجي لهم دخل مادي زيادة. دي من الحاجات الكويسة. وهرجع اقول الميزانيه وتنظيم المصاريف ليه عامل كبير جدا في الماديات. ربنا يوسع من رزق الجميع.
ندخل بقى على صحاب المشاريع والمستثمرين والتجار. ارباح مرتفعه وصفقات كبيره هيدخلوا فيها تجار برج الجدي ده كله لحد يوم 20. بعد يوم 20 هيكون في حاله من الركود وهتقل الارباح لحد نهايه الشهر. ربنا يوفق اصحاب المشاريع ويزيد من ارباحهم. اخر حاجه بقى الجانب التعليمي، مجهود كبير على مدار الشهر ينتظر طلاب برج الجدي، ده غير كمان بعد يوم 25 هيكون في نتائج ايجابيه جدا ليهم. عايز اقول للشباب والبنات المجهود هو اللي هيوصل للنجاح. عايز تبقى حاجه وعايزه تبقي حاجه، اتعب واجتهد وشوف وركز كويس وخلي هدفك دايما هو دراستك وشوف انت النتيجه هتبقى عامله ازاي، وان شاء الله نجاح لكل الطلبه. دي كانت توقعات برج الجدي لشهر نوفمبر 2024. عجبكم الكلام ده ما تنسونيش في اللايك، لو مش مشترك او مشتركه اشتركوا عشان تشوفوا كل جديد من الفيديوهات اللي بعملها. شكرا ليكم، سلام.